حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال النائب الأول لرئيس البرلمان في العراق محسن المندلاوي إنه أرسل للبنك المركزي لتوضيح ملف خطابات الضمان ونافذة بيع العملة. أضاف المندلاوي أن البنك المركزي هو المسؤول المباشر عن تنفيذ السياسات المصرفية للبلد، وهو المعني بتطوير عمل المصارف ومراقبتها بهدف حماية إيداعات المواطنين، ما يعني أن البنك مسؤول عن نافذة بيع العملة وقروض المبادرة الصناعية والإسكانية والمصارف الموضوعة تحت الوصاية وخطابات الضمان. كشف متخصصون زراعيون عن خسارة الأسواق في العراق ما يزيد عن 50,000 طن من أجود أنواع الرمان في الشرق الأوسط بسبب العمليات العسكرية في ديالى. وقال الخبراء إن مساحة مزارع الرمان التي تصل إلى 5,000 دنم دمرت بنسبة 95% بعد العمليات العسكرية في ديالى ونزوح الأهالي لسنوات، مؤكداً أن الأسواق فقدت الجزء الأكبر من رمان قضاء المقدادية. وأشار الخبراء إلى أنه لا يمكن إعادة مزارع الرمان دون دعم حكومي، خاصة وأن المناطق تضررت بشكل كبير بفعل العمليات العسكرية. تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في 5 أسابيع مع جني السوق للأرباح في أعقاب مكاسب قوية الأسبوع الماضي وسط توقعات بشح الإمدادات بعد قرار أوبك بلس بتخفيض الإنتاج وقبل فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط الروسي. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتاً لتصل إلى 97 دولاراً وسنتاً واحداً للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 دولاراً و80 سنتاً للبرميل في انخفاض وصل إلى 84 سنتاً. وحقق برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ شهر آذار الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت دول منطقة أوبك بلس على خفض الإنتاج بمقدار 1,000,000 برميل يومياً. استمر إضراب عمال شركتي أكسون موبيل وتوتال إنيرجيز في فرنسا، وذلك بدعوى من الكونفدرالية العامة للشغل للمطالبة برفع أجورهم في مواجهة التضخم المتفاقم الذي تشهده البلاد. ونتج عن الإضرابات الحالية نقص في إمدادات الوقود إلى 20% من المحطات منذ مطلع الأسبوع الجاري. من جانبه أكد الوزير المنتدب للمواصلات في الحكومة الفرنسية أن هناك اتصالات مع شركة توتال للتوسط بينها وبين العمال المضربين. حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يواجه خطر الركود وقد يخسر 4 تريليونات دولار حتى عام 2026، وهي انتكاسة هائلة تعادل تقريبا بحجم الاقتصاد الألماني. وقالت مديرة الصندوق إن الوضع يرجح أن يزداد سوءا لا أن يتحسن بسبب حالة انعدام اليقين التي ما تزال مرتفعة للغاية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مضيفة أن صندوق النقد الدولي يقدر أن الدول التي تمثل نحو ثلث الاقتصاد العالمي ستشهد على الأقل 2 سنويين متتاليين من الركود هذا العام أو في العام المقبل. وهذه انتقالة سريعة مشاهدينا إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.